مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب. شخباركم يا جماعة؟ حطيتوا الخلفية، عندنا خلفية الجوال الشهر فبراير، خلفية الإبداع. جتني عليها أسئلة أبغى أتكلم شوية عن هذه الخلفية، لكن لا تنسون تحطونها، موجودة في تويتر، حطيتها كده تغريدة مثبتة في تويتر، روحوا وحطوها. أذكركم عندنا لهذا الشهر 3 كورسات، أو خلينا نقول كورسين وجلسة، كورس شفرة الاختيار وكورس شفرة كاليوبي وجلسة المتعة، كلهم مع بعض يشكلون الإبداع اللي المفروض يكون موجود عندنا في النظام بداخلنا، لأنه المتعة تتداخل كارمتها مع كارمة الإبداع، ولأنه كارمة الإبداع تتداخل مع كارمة الاختيار، فهما مثل السلسلة مع بعض. إذا حصلت واحد حصل ثاني، وحصلت ثاني حصل ثالث، كذا يعني هذه التركيبة، فعشان كذا هما مع بعض. اليوم نبغى نتكلم عن طاقة المتعة، ونتكلم شوي ندردش عن هذا الموضوع، وناخذ أسئلة عن هذا الموضوع. طاقة المتعة حديث ممتع، ممتع الحديث عن طاقة المتعة، كثير ممتع، وتطبيقات المتعة كثير ممتعة، وتمريناتها كثير ممتعة. وإحنا تعودنا في الحياة إننا إن نستقصد الشيء الضعيف واللي فيه مشكلة في حياتنا ونحسنه. كلنا هاي طريقتنا البشر، يعني في العادة لما تصير حياتنا جيدة بس في خانة سيئة نروح نشتغل على هذه الخانة، بس ما نفكر إذا عندنا شيء جيد إنه شلون نطور هذا الشيء الجيد نخليه أحسن. في الغالب ما نفكر بهذه الطريقة. فغالبا المتعة اللي عند الإنسان، طاقة المتعة عند الإنسان غالبا ما تطورت، غالبا الإنسان لا يطور نظام المتعة، يأخذه زي ما هو من أمه، من أبوه، من المدرسة، من الجيران، من الأصدقاء، وما يطور فيه كثير، ويخليه بنفس النسخة الأولية اللاواعية اللي استلمها، من أحد ما، فيأخذها من الأصدقاء، يأخذها من العائلة، يأخذها من مكان ما، من الوعي الجمعي، ويخليها شريحة كذا، ما يطورها، ما يشتغل عليها، ما يحسنها، ما ينقل هذا النظام لمكان آخر. فهذه فكرة طاقة المتعة، انه انت كشخص واعي، زي ما انت تحتاج انك تحل مشكلاتك، تحتاج انك انت تغير زاوية رؤيتك على المشكلة اللي انت فيها، ايضا تحتاج انك تطلع نظام المتعة عندك وتنفضه وترتبه وتفهمه وتطور منه. خلوني اقول لكم ايش المحاور اللي عندنا في طاقة المتعة. طاقة المتعة، طاقة الإبداع، طاقة المتعة. أوكي، أول شيء، أول نشوف المحاور في كورس طاقة المتعة، وشيء عندنا المقدمة، بعدين سؤال لماذا أنت هنا، بعدين المتعة والجذب، يعني إيش العلاقة ما بين المتعة والجذب، وبعدين كارما المتعة، بعدين انعدام اللذة والمتعة، بعدين التأنيب والمتعة. طبعا التأنيب شعور خطير خطير خطير، أتعب وأنا أقول خطير شعور التأنيب، خصوصا في موضوع المتعة، كثير خطير، مدمر، ممكن يوديك في 60 داهية هذا الشعور. بعدين عندي المحور السابع اللي هو متعة الأجساد الخمسة، المحور الثامن متعة الشاكرات السبعة، المحور التاسع عندي القوانين الكونية للمتعة، وبعدين عندي نظام المتعة، وبعدين يبدأ اليوم الأول والثاني واليوم الثالث، وبعدين اليوم الرابع والخامس والسادس، وبعدين الختام.
خلني أقول لك إنه الناس ترى مو سوا في المتعة. صحيح إنكم إنه أغلب الناس بدائيين في تعاملهم مع المتعة، يعني ما طوروا النظام، لكن الناس برضو مو سوا، مو سوا. يعني تلقى شخص المتعة عنده بلا شروط، بلا قيود، بلا أي اعتبار، بلا فلاتر، يستمتع طوال الوقت، عنده متعة من يوم يصحى لما ينام. يعني ما في نظام للمتعة، ما في شيء اسمه المتعة تجي بهالطريقة وبهذه الكفية وهذا الوقت، أو ما في أبدا. في ناس عايشين بهذه الطريقة، إنه المتعة متاحة طوال الوقت وممكنة طوال الوقت وبدون أي فلتر. في المقابل، مقابل هذول الناس، في مجموعة ناس عندهم المتعة ممنوعة وفيها تأنيب وفيها خوف وفيها حدود وفيها قيود وفيها فلاتر وفيها كثير، يعني كثير أسباب منطقية تمنعها. والنتيجة اللي يصلون لها في الحياة إنهم يعيشون حالة من حرمان أنفسهم من المتعة، إنهم أغلب الوقت عايشين هم كأنهم كذا، يعني يحس إن يد بتمد بتاكل بأكل بعدين يقول لا 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 ممنوع لا 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 لا، بعدين يصير لك شيء مو زين، لا 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 كذا طول الوقت هو قاعد كذا، إنه هو شايف وعارف، بس يعني في اشتراطات، في شيء كثير كثير معقد في هذا النظام. ففي خوف، في تأنيب، في كثير أشياء تمنعهم من أنهم يستمتعون في الحياة. في ناس في النص يعرفون متى يستمتعون وكيف يستمتعون، أو خلنا أقول على الأقل عندهم من هذا وعندهم من هذا. عندهم يعني متعة لكن عندهم فلاتر أخف، الفلاتر اللي عندهم والاعتبارات والحدود أخف من المتطرفين هذولا، وحدود المتعة أخف من اللي فاتحينها على الآخر. غالبية الناس بهذه الطريقة، لكن هذولا وهذولا وهذولا الثلاثة كلهم في الغالب ما سبق انهم طلعوا هذا النظام وفهموه وقرأوه وعرفوا من انفسهم هم وش وضعهم وش يستفيدون من هذا النظام وليش النظام كذا وهم ايش، هم مين، وليش يختارون هذه الخيارات في الحياة. راح ايضا تكتشف انه بعض الاشخاص لما يكونون عايشين في الدائره اللي تكلمنا عنها، اللي هم الاشخاص اللي يعيشون التانيب والخوف وعندهم كثير اشتراطات للمتعه، هذول الاشخاص ممكن يخرج من عندهم اشخاص غاضبين كثير كثير، غاضبين على هذا النظام، نظام المتعه هذا. فلما يخرجون من هذا النظام يروحون يطبون عند هذولاك، يروحون يطبون عند الطرف الثاني، بس ما يقدرون يلعبون نفسهم، لا، يعني لأنه مشاعر غير لأنه المشاعر غير. فهذولا يعني يطلعون من نظام المتعة المعقد ويكونون كثير غاضبين، يروحون يطبون على نظام المتعة المفتوح، بس ما يقدرون يضبطون الموضوع، يدمرون الموضوع لأنهم غاضبين. وهذا يدخل في أحد أجزاء المشاكل الرئيسية في نظام المتعة، أنه كيف الإنسان يتعامل بشكل سليم مع هذا النظام. طيب يا جماعة، طيب خلونا نبدأ ناخذ أسئلة، نبغى أسئلة على المتعة، نركز اليوم على أسئلة المتعة.
ما فهمت وش المتعة من وجهة نظري. هو كل شخص عنده متعة، ما هي المتعة ما هي شيء واحد، أنا أتكلم عن مفهوم. فالمتع مختلفة في الحياة، مختلفة وكثيرة ولا نهائية، لا نهائية. أنا أعتبر المتع لا نهائية في الحياة. بس برضو أحد الأشياء اللي شوية تشير إلى تخلفنا كبشر، إنه إحنا طبعًا نظام المتعة مش واعي عندنا، هو نظام لا واعي. فبالتالي إحنا نجهل المتع، إحنا نجهلها. غالبية الناس تجهل المتعة أصلاً، ما تعرفها.